نشأ في رحاب القرآن وقرأ فارتقى حتى حاز على المركز الأول في مسابقة الكويت الكبرى 20 لحفظ القرآن الكريم وتجويده تحت هاشتاج عمر العازمي. رسائل التبريكات انهالت على عمر وذويه مشيدين بحسن تربيته وأنه النموذج الذي يجب أن تسعد به الكويت وتفتخر، فهو خير من يمثل الجيل الصاعد. المغردون شددوا على ضرورة تسليط الضوء على هذا الإنجاز المبارك، متمنين له دوام التوفيق والتقدم، كما هنأه والداه على تاج الوقار. من جانبه نشر الشيخ عادل العازمي عبر حسابه في تويتر صورة لتكريم مدير إدارة المعاهد الدينية وبعض المديرين لابنه عمر، شاكرا إياهم على هذه اللفتة التشجيعية.